ذنوب الخلوات أحرقت القلوب يا شباب، يا مشايخنا يا دعاتنا احذروا ذنوب الخلوات، يا طلبة العلم احذروا ذنوب الخلوات، يا من رزقك الله ظهورا في الإعلام احذر ذنوب الخلوات، يا من أعطاك الله جل وعلا تميزا وجمالا ومالا وعطاء احذر ذنوب الخلوات، يا من وثق فيك أهلك احذري ذنوب الخلوات، يا حافظة القرآن احذري ذنوب الخلوات، يا من تنزل للشباب في الميادين وتدعوهم إلى الله احذر ذنوب الخلوات. نسأل الله جل وعلا أن لا يفتننا بأعمالنا، وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم. أسأل الله جل في علاه أن لا يعاملنا بما نحن أهله، وأن يعاملنا بما هو أهله، أن يعاملنا بعفو، وأن يعاملنا بكرمه، وأن يعاملنا بستره، وأن يعاملنا برحمته. فما بنا والله طاقة على عذاب الله، ما بنا والله طاقة أن نلقى الله يوم القيامة فيقول الله يا عبد فعلت كذا ليقال أنك كذا وكذا، قرأت القرآن ليقال قارئ، ودعوت ليقال داعي، وأخذت بيد الناس ليقال أنك رحيم، وجاهدت في سبيل الله ليقال مجاهد. والله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فتصور في ذاك الموقف والشهود حولك، تلتفت يمنة فلا ترى إلا ما قدمت، وتلتفت يسرة فلا ترى إلا ما قدمت، تريد الصلاة لا تجد صلاة، تريد بر الوالدين لا تجد بر الوالدين، تريد خشية لله لا تجد خشية لله، تريد عبادة لله ما تجد عبادة لله. أسألك بالله في هالموقف، من لك غير الله؟ من لك سوى الله جل وعلا؟ أنا وأنت في هالموقف يا حبيبي الشاب، يا قرة العين، يا مهجة الفؤاد، لك رب كريم، لك رب رحيم، ولكنه شديد العقاب.